الاحصائيه بعض الارقام فيها سيدي واحد اللائحه ديال اللاعبين المغاربه اللي سجلوا اكثر من 50 بوت في البطوله من موسم 90 91 وهاد لا ليست فيها تقريبا دابا 13 لاعب فيهم لعبه اللي لعبتي معاهم. عرفت. كاين عبد السلام الغريسي، الحسن انا فلوس، دريس اللوماري، خالد راغيب، رضا الرياحي، سمير صرصار، عمر حاسي، مصطفى بيدودان، مصطفى العلاوي، وكاين ثلاثه لعابه من الجيل الحالي، محسن ياجور، زكريا حدراف، والمهدي النغمي. المثير في هذه اللائحه فيها مدافع حمودة بن شريفة. بن شريفة واحد حمودة كان كيضرب ضربات تابيت، يمكن 92 ما لعبش معايا انا حمودة، ما لعبش معايا. لا هو ما بدا حتى 97 فوالا هكاك، حيت انا ملي كتقول لي هما داروا الاحصائيات من 92 من 90 حتى لدابا، من 90 حتى لا ماشي من 90 غيكونوا من موسم 90 91 حتى لدابا، يمكن داروها من كاع وقيلة من غيكونوا داروها من قبل حتى تفوت التسعينات، لانه كاينين بعض الهدافين اللي كانوا هنا كنظن انهم يمكن حسن ناظر يمكن كان خصو يكون يمكن حيت ما لعبش بزاف، ف حيت حسن نظر قبل خرج كان معنا حسن هذه 88 حتى هو وهذا خرج في 91 اه خرج في 91 داكشي علاش ما محسوش هذو داروا غير من 90 من 90 دابا داروا 20 حيت غير باش ما يوقعش خلط. لا ما كاينش خلط صحيح، باش ما يوقعش خلط، لان هذو الدراري اللي بقاو لاعبين في البطوله هنا. وملي كتقول حموده بن شريفه، حموده بن شريفه الامتياز ديالو شنو هو؟ ضربات جزاء وضربات اخطاء، دائما كان كيدير بعض المرات كيمشي حتى للزاويه وتيقدر يسجل الضربات الراسيه. لا هادو كلهم كانوا عنده، هادو ثلاثه ديال الميزات اللي ضربات جزاء كان لا بد ما كيمشي لها كيضربها بواحد يعني كيكون بقوه كيسجلها، وثم الاخطاء كلهم تقريبا كان بحال الشكل ديال 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 الدودي، بحال الدودي بحال موسى. موسى يعني كان من يقدر يضرب يعني كنقولوا ضربه خطا 90 80% عرفها راه مسجله، الكادر كاين، هي اللي هي اللي عاونت حموده بن شريفه يكون مع هذا الجيل. انا غنسولك هو انا فلوس ما عرفت كيفاش، حيت انا فلوس واش بقى كيلعب من 92 ما فهمتش انايا انا هذيك القضيه ديال انا فلوس والغريسي. الغريسي لعب في 94 ياك مشى الميريكان كان باقي كيلعب، كان دار جوج مواسم مع الرجاء ولكن عرفت انا هذا شويه حيت جاني كان انا فلوس الغريسي من مورايا انا واحد لقيته جلست انا وقيله من مورايا غادي يجلسوا واحد العدد كبير ديال من موراك انا فلوس جلس وقيله من بعد من بعد غادي يبداو يجلسوا، لان طلاش ديالي انا ماشي ديال الغريسي وديال انا فلوس. الغريسي زاد من موراك وقيله ثلاثه ديال المواسم يقدر يزيدوا حيت انا كبر منه كبير والله.